نكمل باقي كلامنا على الكاميرا الأخيرة. تعالوا نحط باك جراوند، تمام، ونحطها ورا خالص، ونحط رام او جريدينت رام. هنعمل سواب للكالرز وهنخلي راديال، تمام، و ناخدها كده، وهنخلي دي يعني واخدة ال فيل كولر اللي احنا شايفينه ده، و نخليها كده و نسحب دي بس تبقى كده. سنة بس مش اكتر. لو مش حابب انك انت تستخدم الجريدينت رامب، ممكن عادي جدا تعتمد على لون السوليد. لو رحنا كده وحطينا نفس الكالر اللي احنا بنتكلم عليه ده كده، وكل الفكرة بس ان احنا نقوم رايحين قاطعينها بالماسك ونضغط اف ونعمل فيدر. فوالله انت حر، يعني حابب تستخدم ده ماشي، حابب تستخدم التاني ماشي، زي ما انت عايز. تمام كده احنا عملنا الباك جراوند بتاعتنا. تعال نروح لإليمنت، وده هنسميه الاس 3 دي، ده العادي. عايزين نعمل الجلو اللي هو اللمبه بتاع الفانوس والجلو بتاع رمضان. هنعمل كنترول دي ونسمي ده illumination. وقبل اي حاجه illumination بالذات روح للسين سيت اب، وهنروح لللانترن ده، وهنقلب المود لانفايرمنت نفس الكلمه او نفس الموضوع للكلمه برضه هتبقى انفايرمنت، والبلان هيبقى زي ما هو، تمام، ونعمل اوكي. ليه انا عملت ده؟ لان لو احنا سيبنا اللاير بتاعت الالومنيشن دي او اللي احنا هنطلع منها الجلو الريفليكشن بتاعها سفيريكال، هنلاقي الالومنيشن مش من الاوبجكت بس، لا هنلاقي كمان الريفليكشن بتاعه محسوب كالومنيشن. فيما معناه ان لو رحت كده قلت له طلع لي الالومنيشن ده، شفت هو طالع عامل ازاي؟ طالع مظبوط. اللانترن ما فيهوش لسه حاجه، فهروح لسين سيت اب وهروح للكبسول ده اهي، واقوم رايح لبريسيتس واروح لفيزيكال واخد اي خامه، من اخد حاجه زي دي مثلا و احطها عليها كده، او حتى ممكن اخد واحده زي البلاك دي واحطها عليها بالمون. طبعا مستغربين ان احنا خدنا حاجه زي البلاك، بس البلاك دي فيها حاجه حلوه قوي، ان الالومنيشن بتاعها على الاطراف بالمنظر ده، تمام. خلينا ارفع دي كده وخلينا اعمل دي كده، تمام، وتعالوا نعمل ريكرييشن للبتاع دي. تعالوا ناخد دي مكان دي. الكلام ده بيتعمل بالفرنيل، تمام. الفرنيل ده اللي هو فين؟ في illumination، في فرنيل بايز. لو احنا خدنا الفرنيل ده كده سالب واحد ورفعنا، او اسف ربي، خدنا ده كده وعكسنا ده، هنلاقي بصوا اهي، يعني بدأت تيجي على الاطراف بالظبط زي البلاك، تمام، بالمنظر ده كده. الفرق ان يعني دي ما فيهاش ديفيوز، فبراحتك. انا حابب ان انا اعملها كده على الطروف بحيث يبقى الالومنيشن جاي من الاطراف. ممكن حتى عايز تديها كلر، ممكن تديها كلر وليكن حاجه كده مثلا ديفيوز واحد، هتبقى لمبه بالشكل ده كده. بس انا عايز اديها كلر اغمق شويه بحيث يبقى في ميكس بين كلر فاتح وكلر غامق، فالجلو هيطلع شكله حلو قوي. لو احنا بقى كنا عاملين البلند الريفليكشن بتاع ده سفيريكال، بصوا هو معمول انفايرمنت ديفولت على فكره زي انفايرمنت، بس بصوا سفيريكال، شفتوا الالومنيشن اتعكس فين؟ جه هنا. ده هيتحسب لي بره، هيبهدلني في الجلو، خلاص. فانا هقول له لا خليها لي انفايرمنت، واقوم قايل له اوكي، تمام. فكده جالي الالومنيشن. واضح ان هي عايزه تعلى فوق شويه،
تمام، وهقول له بدل نورمال هقول له هتبقى اد، تمام بالمنظر ده. بس انا عايز ادخل هنا هو الديفيوز مش واضح ولا انا انا عشان واخد الالومينيشن بس، ف الديفيوز مش هيطلع. لا خلينا كده، هو يطلع لي دي بس مش هيطلع لي الديفيوز كولر. تمام، مش مشكلة، مش مشكلة. تمام، هاجي في الومينيشن وخلاص انا عملتها اد. بس انا عايز يعني طبيعي ان الازاز ده فوق الشمعة، يعني كده كده تبقى الشمعة دي فوق الازاز. فانا هاخد الاخ ده كده تاني وارفع دي فوق، وده هسميه جلاس، وهروح في اوتبوت وهروح للكومبوزيت هقول له هات لي الريفراكشن. بصوا كده جاي مين؟ الجلاس فقط، الازاز بس. تمام، ولو احنا رحنا هنا في ريفراكشن ورحنا رفعنا الريفراكشن، فتكنيكالي انا المفروض ان انا بزوده، المفروض احنا مش معبرني. تمام، فكده الجلاس بقى فوق الالومنيشن، وكده احنا ماشيين زي الفل. هروح للبلند مود وهقول له سكرين. تمام، كده الالومنيشن بقى تحت الجلاس مش فوق الجلاس. ممكن حتى اخليه اد، تمام، فتبقى اظرف واحسن. وممكن نروح نحط كيرز وناخد تسنى و ارفعه سنه كده، تمام، بحيث يبقى فيه كونتراست. ممكن كمان احط دايركشنال، ما انا كنت كده بس دايركشنال بلر. تمام، نرفعه كده بس. تمام، وممكن ناخده كده بحيث يدي الديستورت الخفيف اللي احنا شفناه ده. حتى لو رفعنا الستريكس بالشكل ده، او الاحسن الاحسن منه ان احنا ممكن نحط راديال. اوبا، اسف، طب ايه ليه كده؟ انا مش عامل سيلكت على سوليد، معلش. راديال راديال فاست بلر، وهقول له على البرايتست ونعلى بالاماونت. ايوه، طيب خلينا ناخد الجلاس بس. بالظبط كده، بالظبط، نعلى بالاماونت شويه و ماشي. تمام، ونزود الالومنيشن اللي خارج منه. افتكر انتوا فهمتوا او وصل لكم انا عملت ايه. تمام، ف زي ما انتوا شايفين احنا لو حركنا دي كده حلو، افتكر هيبقى انيميشن ظريف. فنخليها هنا خلاص، وممكن ندبلكيته لو احنا عايزين، ونخلي ده
اكبر منه شويه. تمام، نيجي بعد كده على الالومينيشن ونحط جلو. تمام، وكالعاده هنخلي الجلو الثريشولد بتاعه قليل والانتنسيتي 0.2 والراديوس هنكبره شويتين مش قوي يعني عشان عايز الوهج ده. كنترول دي للجلو والراديوس ده هنكبره حبة. تمام، وتاني كنترول دي للجلو تاني وهنكبر الراديوس ده. خلي بالكم انا زي ما انتم شايفين عمال اعمل بروسيدورال جلو، بعد كده نحط اكسبوجر وسنه، بعد كده اخر حاجه جلو عشان يدي الاوفرال بقى جلو. تمام، بس هنخلي ده كالعاده كده ودي تترفع قوي كده. تمام، بس ده هيترفع شويتين. تمام جدا، بس ده طبعا كالعاده هيبقى 0.2. وبكده نبقى خلصنا من البلو بالمره. اللي بعد كده بقى نشتغل على الحركه بتاعه الكاميرا. تمام، نشتغل على الحركه بتاعه الكاميرا. نروح لكاميرا وانا عايزها لغايه اخر الخمس ثواني تبقى بي شيفت مع ايه وتبقى في البوزيشن ده. خلاص، وفي الاول انا عايز اضغط سي وازوم بالكاميرا. تمام، من تحت الكلمة تحديدا بالظبط، مش خليني اصوله بس element عشان تبقى الدنيا اسهل. حلو، هي دي الفكرة، ان انا عايز ابقى من جوه الكلمة بالظبط زي ما احنا شايفين كده. الكاميرا بقى في الافتر بترخم قوي لما تبقى قرب اوبجكت. تمام، تحس انك انت هتزقها لغايه السنه الجايه عشان تطلعها بس من ورا الاوبجكت ده. تاني بس كده. تمام، لو جينا نشوف فاست بريفيو زي ما احنا شايفين الانيميشن بتاعنا كويس من جوه الكلمه، وبعد كده طلع على ما تيجي على الفانوس. بس انا عايز الحركه يبقى فيها هارموني عن كده شويه. تمام، فانا خليني اخد لحد هنا مثلا، و هجيب الكاميرا لغايه الفانوس ما يطلع كده. تمام، وهعمل لها اوربت. اوبس، طب والنبي خليك زي ما انت عشان دي انا هطلع دي كده، يبقى احنا هنطلع الفانوس فوق شويه. الادابتف ريزولوشن على قد ما هي بتنقذ بس رخم يعني سنه بس. تمام، سي، وهاخد الكاميرا لتحت شويه بس كده. المفترض بقى ان هنا الكاميرا تعدل، يعني تعالوا كده نشوف تاني، نشوف كده الانيميشن بعد ما حطينا الكي فريم اللي في النص. هنلاقي الكاميرا سريعه وبعدين وقفت بطيء واتسحبت بالراحه.
تمام، ممكن احنا نروح لاخر كي فريم ده، بحيث ان الكاميرا، تعال بس نظبط زاوية الكاميرا. سنة كمان بس كده، كده جميل. لو جينا نشوف بقى في الباك جراوند، نطلع الباك جراوند ونطلع الفلور. تمام، طبعا الفلور انا عايزها تحت إليمنت مش فوقه. تمام، والفلور دي كمان الماسك بتاعها بعيد قوي، خلي هنا. والباك جراوند الماسك بتاعها اخده هنا كده. تمام كده الدنيا بتاعتنا مظبوطة. لو طلعنا اللير بتاع الكالر جريدنج هنلاقي الدنيا بتاعتنا كويسة جدا. نشيل بقى كل ده ونشوف الوضع ككل. طبعا في هنا انا كنت ظابط دي ان هي تبقى بريفيو ريندر. نقفل كل ده اهي، هخليها فول ريندر. غير كده هروح للريندر سيتنجز، كل حاجه متظبطه، كل حاجه تمام. تمام، نيجي بعد كده على اللاير اللي هي بتاعت الماسكس، وهعمل لها كده انيبلد. تمام، واروح للفرونت كام او الفرونت فيو، وانا بس كل اللي اعمله ان انا هرفع دي كده. قبل كل حاجه اروح لتوب، لسه ما اتقلبش، مستنى بس لما يقلب. وافتكر هي مظبوطه، هي فرونت بس. فبيبقى كويس قوي لما بتبقى انت عارف المحور اللي انت محرك عليه، علشان حاجه زي كده انت حركت براحتك، بس عايز تظبط بقى الايه الدنيا بتاعك. شيل الماسكس هنلاقي الكلمه مظبوطه، يمكن فوق سنه بسيطه وبس كده. تمام، لو رجعنا للاكتف كاميرا هنلاقيها بالشكل ده. يمكن الباك جراوند في الـ في الـ في الـ في الـ في اللي انا كنت عاملها كانت افتح شويه. تمام، كان الكالر افتح سنه، و افتكر الماسك كنت واخده لتحت سنه بسيطه كمان كده. ايوه بالظبط كده. تمام، كنترول اس. بعد كده اللمض اللي كانت تحت هنقولها في المحاضرة اللي جاية والأخيرة ان شاء الله.